All in here. All in here. جول. ايوه يا عم بقى. ايوه يا عم لك هتف. هذا جول اهو. ده مش جول اهو. ده مش جول اهو. اهلا بيكو يا لعيبة في مفاجأة الرزيعة. مفاجأة الرزيعة زي ما قلت لكم الكارير وقف وعارف ان حصل قلق وحصل هزة في الشانل واليوم الحد جه ومفيش فيفا. انا زيكم يعني، انا كنت بنام عليها برضه، لكن قررنا نعمل لكم مفاجأة ان كل الرزيعة الرجالة لان سلمى ما بتلعبش بلاي ستيشن هيشاركوا في البطولة، ومعانا ضيف شرف المسابقة دي بتاع افلام احمد كمال. هنلعب النهاردة احنا الخمسة، انا واحمد كمال وعمر واحمد عصام وجو احمد يوسف، احنا الخمسة دوري على ماتش واحد لان مفيش وقت هنلعب الدوري ده كله زي الليك زي الدوري الانجليزي ومتعته. هنلعبه على 3 حلقات، الحلقة يبقى فيها 3 ماتشات، الفائز هيكسب مكافأة جبارة. عاملين مكافأة في نهاية فيفا بقى 19، مكافأة توازي مكافآت وجوائز تركي الشيخ وجوائز البريمير ليج والفانتزي. هيتفاجئ اللي هيكسب، وانا نفسي بصراحه اكسب الجايزه. فهنشوف بقى الفائز مين احرف واحد في الناس دي كلها، والخسران هيلبس في الحلقه بتاعته سواء في ارزع او في بتاع افلام هيطلع بتشيرت الرايفل او تشيرت الفريق اللي هو بيكرهه ويقول انا بحب النادي ده، ويطلع بيها كده حلقه حلقتين على حسب ما ايه نتفق مع بعض في الكومنتات. خلينا بقى بدون رغي كتير نخش على المدحكه اللي حصلت واول 3 ماتشات هتتفرجوا عليهم. وقبل ما اخش لك في الماتشات نسيت اقول لك كل واحد هيلعب بمين. الاستاذ احمد عصام هيلعب ببرشلونه، يعني داخل بتقل. قال لك طب في تشيلسي فين يا عم احمد؟ قال لك لا انا بلاي ستيشن اروح لبرشلونه. ماشي. عمر قال لك طب خلاص الراجل هيلعب ببرشلونه العب انا بالبايرن، داخل بتقله برضه وحاجه نيله. عم جو داخل يلعب بليفربول وصراعاته وماني بقى وصلاح وهيصه وفان دايك ورا تعداش. ايه لاخويا الغلبان راخر شبهي شويه احمد كمال داخل بمانشستر يونايتد اصيل، وانا طبعا رميني بارسنال. انا بحب ارسنال في الحقيقه لكن بكرهها في البلاي ستيشن يا جماعه يعني. وبعدين انا مفيش كارير مود، مش هشتري حد، مش هلحق ادرب، ربنا يعني. تعالوا نتفرج على اول 3 ماتشات في الحلقه، هيبقى ليفربول ومانشستر يونايتد، جو واحمد كمال في اول مباراه، تاني مباراه بايرن ميونخ وارسنال، عمر وانا دي قرعه كمبيوتر يعني هي معموله كده لوحدها، وتالت مباراه هتبقى ارسنال وليفربول انا وجو. هتشوفوني انا وجو مرتين في الحلقه دي، وهيحصل تكرار بقى لبقيه الناس في الحلقات اللي جايه. اتفرجوا على اقوى دوري فيفا 19 حصل فيك يا يوتيوب. اديها فيفا تديك طراوه. اهلا مساء عليكم. الفل عليكم يا رزيع. يعني طبعا يعني انا منتظر اللحظه دي جدا يا ابني. هيتحط عليك. انا منتظر احط على ليفربول جدا جد. بص يا جماعه احنا ما بحبش اتكلم كتير. مش هقول ان انا جامد ولا هقول يا ابني انت مانشستر. انا بطل اوروبا، انا معايا ستة. الله يرحم يا جدعان. يلا بس نلعب. يلا خلينا فيها. التشكيله انا لازم اقول التشكيله طبعا. اول حاجه يا جماعه لازم اقولها، انا شلت يونج مش موجود ولا جوه التشكيله ولا في الاحتياطي ولا في اي حاجه، ولا هيبقى موجود في الحياه. لعبت فالنسيا اللي ما لعبش ولا ماتش السنه اللي فاتت، وبيلي وليندلوف ولوك شو، بوجبا، ماتيتش، لينجارد، راشفورد، لوكاكو، سانشيز، وسايب مارسيال كده. إيه انا التشكيله ثابته جدا، اليسون، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، ارنولد، فابينيو، كيتا، فينالدوم، ماني، روبرتو فيرمينيو، صلاح. صلاح بقى صلاح وماني هيعملوا معاك في السايب. يلا نلعب. شفت تعالوا نشوف. شفت الكعب بتاع صلاح؟ يلا شفت يا الكعب بتاع صلاح. يلا بالله الرحمن الرحيم. يلا يا رجاله. يلا يا حبيبي. بسم الله. يلا يا رجاله، اول ماتش ليا على قناه العب قبل كارير مود فيفا 20. يا نهار اسود، عايزين بقى شرفوني بقى والنبي يا رجاله. الله 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 الله
ده مش جول اهو. خد خد فينالدو تمركز الجيد الان يقطع من خلال الكره ماتيتش. هوبا يلا يا فالنسيا واحده كده قديمه بتاع عمرو زكي. واحده بتاع عمرو زكي ارضيه بيخلصها حارس المرمى بدون اي صعوبات. خش يلا خش يلا علي يلا بوجبا يلا محمد رمضان بتاع مصر والله شفت بتاع بره يعني روبرتو فيرمينو الفريق ينجح الان في قلب السيطره لمصلحته في هذه اللحظات. يلا واحده كمان لوكاكو واحده كمان جيسي رينجارد لوكاكو. تعالى يا ابني الفان دايك يا ابني احسن مدافع في العالم يا حبيبي يا عم بس بقى روحوا بقى هناك بقى كده دي انا زعلان منك قوي يا اسطى وعايز انتقم منك الصراحه من ساعه لقطه ان سير اليكس رقم 2 دي ليه يا عم بس بس بس, بس, بس طب شفت سمعت مين رقم واحد؟ لا ولا عايز اعرف رقم واحد ولا عايز اعرف رقم اتنين. يلا صلاح بس اسالك سؤال يلا صلاح عايز اسالك سؤال مين هيكسب البطوله دي غير يعني يعني غير حق غير غيرنا احنا الاثنين لا غير انا بس غير انا بس بص انا حاسس انا حاسس ان انا وانت هنبقى الاخير يعني يعني ده اعتراف جميل لبرنامجنا يعني انا وانت الاخير ماشي ماشي يعني اخير اتكلم عن نفسك يا نجم بس روح روح ما انا شايف ما انا شايف المستوى روح شيل القميص اعمل اي حاجه يا اخي من ساعه الغار في 60 ده يا عم اعمل بتلعب حاجة. بالانتر ولا ايه يلا بدون اي معاناه ده لوكاكو سانشيز بتاع انت عايز نلعب فيفا 19 من غيرهم كمان ده انا كفايه لحقني في 20 يلا خالص ده ما تبدأ يا لهوي النهارده يا بيه يلا صلاح السبت اهي طب مش فاول يا بيه ايه يا بيه لا ايه يا عم العربجه دي شغل العربجيه ده تشكل خطوره يلا فيرمينو الله يا يا لهوي هو دخيا ده ايه خارق ما خلاص بقى بيدخل فيه جوان عادي وبقى عادي بقى عادي وبقى بيدخل فيه جوان وبقى هربق خالص ماشي صحيح انتوا جد بتتوه بس اسكت بقى ايوه يلا هجمه مرتده ولا هجمه مرتده ولا الله عليك تعالى خد اقول لك بس تعالى هتخرج حالا يلا خش عليه بقى ولا اعمل اي حاجه كده في حياتك ما انا برضو عندي عهات يا جماعه بس لا مؤاخذه برضو يعني ايه هنكسب برضو باذن الرحمن بمشيئه الرحمن اي حاجه يعني ما بتعملش حاجه اقسم بالله في الماتش والله ما بتعمل حاجه هفاجئك بقى توقيت مثالي والله ما بتعمل حاجه وحياد ديني ما بيعمل حاجه يلا بقى عشان الواد ده ايه الواد ده اتكلم كتير وسبناه كده كنت بنشوف عامل ازاي الواد ده يلا اوفسايد ارجع بس لا وبيعمل كده خدت بالك من حركه استعلانيش كده قال لي حركه كده استعلانيش ماشي 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 محمد صلاح انا هوريكم الشر اهي حلوه 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 فعلا قوي طب وبعدين يا ولد يا ولد على قهوي يبقى هكسب يبقى هكسب ان شاء الله بيلعب الكره الى منتصف ال 18 في النهايه لم تصنع اي خطوره كره ما ايوه شلت شلت لوش ايوه يا باشا بشلت ولوش انا بلعب بارك ده بس يا باشا لا مؤاخذه احنا في 19 مش 20 ولا ضغط ولا حاجه ده انا حاجه تقرف الصراحه ايوه ده اهو اه يلا شفت دي شوف الخروج من المرمى في التوقيت المثالي يا عم فينالدو انت مالك انت تتدخل في حياتي الشخصيه كمان كادر محمد صلاح ويرجع يرجع ايوه خليكم خليه يقف في الاوفسايد ده اللي انت اشتريته عشان يقف في الاوفسايد معلش لمؤاخذه لازم اغير عشان في اتفضل يا حبيبي اتنين ولا الكلب لازم يخرجوا الصراحه مؤاخذه في الكلمه بص انا هبكي على سانشيز باي طريقه وهنزل مارسيال 0-0 وحاجه يعني بلعب بطريقه هتخلي الناس تقول لك الغي كارير مود مانشستر حلوه صلاح حلوه صلاح
شلت هو ده اللي انت فالح فيه. اقعد شوت شلت وافصلت. لا واتكلم ده اللي انت فالح فيه. لا لو بتكلم كتير ده اللي انا فالح فيه برضه. بتكلم كتير شلت شلت وافصلت. خش يلا الاجوان يلا والشوطات يلا يا عم والله مضيع يا عم الناس ما بتتفرج اهي. خش يلا اهي يا سلام يا سلام. انت فاكر انك هتجيب جون ولا ايه؟ حرام اخش بالكره. طب جوه الجول ولا اعمل ايه؟ بص 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 الاجوان يا بص الاجوان يا عم عدي نص الملعب وبعد كده بص الاجوان بص الاجوان يا الله الله عليك. عملتها ازاي دي؟ عشان بس دي حته كده. يا دين امي يا راجل يا راجل ينطرد بعيدا عن الساعد سكر عرضية خطيرة كرة خطيرة هدف تقدم مانشستر يونايتد. دي اول كرة على الجون دي يا عم اسكت بقى يا عم ابو مكانه. اربع فرقات متكعكة هو محدش منها في حاجة. والذي سيدخل مكان تشامبرلين لاعب ممتاز في الاضافة الهجومية السريع والسهل عنده قدرة بالتأكيد على يا ابني ما تتكلمش كتير يا ابني حد بس حد الدقيقة 90 العب يا حبيبي العب العب. اي بلع ده اسمه بلع ده رزق ده. يا لهوي يا عم بقى فيها كابتن في ايه فيها كابتن دي 85 يا عم. هو انا مش خرجت الواد ده من شويه؟ فاول ليه؟ انت مالك؟ ايه ده؟ امتى ده؟ جه امتى ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ياه! شفت الخدعه دي خطط والله دي خطط انا عادي بقى الخطط بص واقف فين؟ بص واقف فين؟ بص الاوفسايد قد ايه؟ يا راجل يا محترم خش علي يا دهبة. انا قسمت البونت وانت قسمت البونت والله خسارة في امل مباراة في تاريخ انزع في فئات لا على اليوتيوب اساسا انزع يا عم احنا تفوقنا على ناس عالميين يعني ماتش والله ممل جدا. لا مش والله ممل جدا حاجة والله حاجة مورينيو اللي انتوا كنتوا بتلعبوها معانا دي والله يا عم بس بقى يا عم يلا لا 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 والله يا جماعه ده احسن من كده بس يعني الدنيا متاخره واليوم كان من الصبح شغل وكده. طب مبرر ايه؟ انا بره البوند والله العظيم يعني خسرنا نقطتين النهارده ما كسبناش نقطه. نيكست جاهز يا اسطى؟ بص يا كابتن مروان انت بتلعب مدرب تقيل قوي. ما هو ده اللي مخوفني. اه بدليل انك بتلعب 5-3-2. احنا عمرنا ما لعبنا بعض يا جماعه في الحقيقه يعني والله يعني شوف احنا صراحه ما لعبناش بعض قبل كده دي اول مره على الهوا كده. دورها يا رب. ممكن تحصل فضيحه من هنا او من هنا. اه ده تبقى معجنه. انت ملاعب لي مين بقى كده حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندك العملاق الاخطبوط الالماني نوير، رباعي خط الظهر كيميتش تسول هوملس ألابا، ثلاثي خط المنتصف جوريتسكا تياجو مولر، والثلاثي الهجومي روبن كومان لوفاندوفسكي. مش لازم اقول انا بقى يعني انا غلبان قوي يعني. بص لاكازيت اوباميانج اوزيل تمام هتعدي عارف النوير ما بيتخشش فيه جوان بس تمام. رمزي توريرا تمانينات، بيليرين 80، كوشيلني سوكراتيس مصطفي 3 منزلهم. لا بس انت هتعمل قلق. كل سنه لينو وخلي بالك من لينو. انت هتعمل قلق عشان هيشيل كتير. يلا بينا على ملعب اليانز ارينا. ما بحبش ام الملعب ده خالص. دي ذكريات اليمه معاك. دي ذكريات اليمه. شفت علي عمل له شغل علي ازاي؟ لا 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 شغل مظبطه يعني. لا لا خلي بالك ولا ده تعاقد مع فارس عوض. اه معانا ما شاء الله. لا ما شاء الله صارف هذا علي والله. بسم الله ما شفت المنظر كده لقيت على ملعب اليانز ارينا. متفائل يا كابتن مروان؟ مش قوي بس يعني خلينا بسم الله الرحمن الرحيم. اهدى علينا يا عم الحاج اهدى علينا.
لا 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 في دفاع بتلعب بخمسة ما انت مستني ايه طيب افتح وواجه فاول يا حكم يا حكم اي كلام بقى يا حكم الخط مباشرة حصار على تياجو الكانتارا ايه ده مالك ولد في ايه هات امك حلوة الكرة البينية يلا كومان يلا كومان يلا كومان يلا كومان يلا كومان يلا كومان هي كومان هي كومان هي كومان كومان ذكر 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 لا 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 لك ايه بقول لك ايه خرم ولا لا ده مجرم مميز من الفريق يستعيد من خلال الكره حلو في في ثبات في ثبات في كله كله خايف من كله يا كابتن مراد يعني محدش هيظهر ولا ايه ايوه افتح كده بس كومان مولار ادي روبن يرجع كل الكره بهدوء تمسكوا يا اولاد الكام تمسكوا فرصه للكره عرضيه خطيره حط امك مين جاي من ورا مين جاي من ورا لا ده الساحر ده ده الساحر صح صح ساحر صح. بص كيميتش الداني خش يا كيميتش كيميتش الله يا راجل بصي بسرعة ليه ايه ودي ما نفتحش الدنيا قوي ما نفتحش الدنيا قوي ربيت ام البط لا 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 مش كده تغيير لعب على الطرف احنا نطلب من الرزيع بعد كده ان يعملوا لك اكسبشن ما تلعبش بارسنال يا جماعه يعني ده صح طيب والله انا عظيم انا مظلوم جدا في البطوله دي اريان روبن ليفاندوفسكي بيعمل كره بينيه طبعا يا راجل بره 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 اصلا بيلعب بره حرام بقول لك احنا ما اتفقناش على الرولز احنا بنلعب عادي يعني انت لو خدتها مني في ضربه المرمى عادي تجيب جول اه ده سؤال حلو ده والله مش عارف اللي انت شايفه هيكتور بيلارين عايز نلعب لعبه عشوائيه يلا بينا براحتنا ها اللي هو مفيش حاجه مفيش اللي انت عايزه كل واحد يامن خليها ماتش طبيعي كانه هيفيفا عادي كله يامن على اخطائه خدت الكوره جول ها بس ماشي تياجو الكانتارا بتعمل ايه هنا انت؟ ايه اللي مطلعه ابن الكلب ده؟ اقفش اقفش رجاله انت انا اول مره اشوف نوير هي ده اللعب التكتيكي ماشي مش شرط هو تروح تجيب جون دلوقتي اه عارف انا الجو ده اوعى ارفع طلع على بس كده ودي اريان روبن هو روبرت ليفاندوفسكي هو 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 هي جدع على ولا جدع على سوكاريسو المصري ارون رامسي اضربوا يا شباب اضربوا انا عايز اشوف عربجه انا عايز اشوف عربجه في الملعب في خط الوسط ماشي ماشي خش 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 الابا ادي كومان حلو كومان كنت تخرج الى ضربه مرمى اه مباراة مقفولة يا كابتن مروان مباراة مقفولة كله خايف من من بعضه اه اه ايوه اديني اغلط انا فتحت لك روح روح يا راجل يا راجل عصب يا راجل عصب ارسنال اوعى ده يجري منك اوعى ده يجري ايه ده بقول لك يا نهار اسود اطلع نور ايوه ده لا لا خلي بالك انا بتقلي هنا انا بتقلي هنا يا اسطى يا ابن اللذينه ماشي اهي غلطه غلطه شفت قلت لك خلي بالك هو لعب تكتيكي بحت موريتسو سيري يلعب على التكتيك وليس بص والنبي هي كده ما انا هلعب هلعبك ازاي يا عم عمر لازم كده كوره يا نوير احنا جامدين قوي العب 6-1 بس من اللقاء يلا ولاد يلا يحتسب دقيقتين كوقت بدل ضائع ودي تصويبه من ليفاندوفسكي يا جدع يا جدع تياجو الكانتارا ماشي شوط اول النسيان يا كابتن مروان لا شوط اول النسيان بالنسبه له اه دي حقيقه دي حقيقه عملت يا اسطى روبن خرج ونزل جنابري احسن حاجه عملتها جنابري يلعب قدامي كده انت تضمن الفشل جنابري انا عارف ليفاندوفسكي وصلت لتياجو الكانتارا كيميتش بيرسلها طمع هو ده الطمع بيخلص الكره
بالنسبة لمستوى لاكازيت في الشوط الأول سجل هدف مهم جدا قبل النهاية. الله هي حلوة صراحة، هي صراحة جول حلو. انت بس شفت حاجة صراحة جول حق يتقال ماشي جبت الجول اللي انت عايزه العب. هدف تعديل الكفة 6-1 ايه ده علينا، ايه ده علينا، كان غلطة. لا ما انا ما ينفعش انت تجيب جون وانا اعديها صح، عندك حق مستقبل. انت مقفل وخمسة وبتاع انا مش عارف اعمل ايه. لا ما يجريش منك كده، ما يجريش منك تاني يا هوملز، تاني يا هوملز، تاني يا هوملز يا راجل. يعني ايه خلاص عتها يا جدعان، مش كده يا. طلع 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 رجاله رجاله التلميه سميه، رجاله التلميه سميه. يا ساتر 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 يا ساتر، اوعى غلوش يا امسك يا نويا انت خلع عم وزيد. يلا بتاعتك بتاعتك جريلي كومن صح كده صح كده، اقطم على جوه اقطم على جوه. ولا جدع يا جدع طلع بعد الخطورة على منطقة. لا 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 مفيش هزار هنا، مفيش هزار هنا. تبريرة بالخطأ فانت بسكت واحدة واحدة، هي واحدة هي واحدة. اوعى البليري اوعى ده يفرط من يا اختي. جول ايوه يا عم بقى، ايوه يا عم لك تفلت، ايوه يا عم لما بتفلت انت ماشي. المدرب اللي يعرف يجيبها من كده اجري يا كومان يا عم بيلو يا عم بيلو. هو جنابري هو جنابري، هو قعدت تقول لي جنابري وقعدت تقول لي بس مش عارف ايه هو في بوزو كراتيه. لا خلي بالك خلي بالك ده تغيير انا قصده. ايوه ابلع ريقك بس وين ده كده هبلع. انت هتكسب الماتش ده العب بس ايه ماشي. عاد الفريق عاد الفريق من بعيد صحيح، اظن عوضنا الجمهور عن الماتش الممل اللي قبله. اه ده ما هو كانش فيه لعيبه ليه. اه لا هنا مستوى راقي، ما كانش فيه لعيبه. اه ده انت بتلعب 4-4 4-4 1-1 اوكي. طيب تياجو الكانتارا بالسلامه. ثلاث تغييرات انت عملت ثلاث تغييرات دلوقتي. اه ده انت نازل بتقلع هبدي كل اللي اعرفه بقى في الكوره. لا 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 بس بس رجاله. ايوه رجاله بتاعتنا. ازاي يعني حكم والله ازاي دي علي عليا. كابتن جهاد جريشه والكابتن ايمن دجيش حكام مباراه اليوم. تبريرات بهدوء بعرض الملعب. لا 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 يا جدع يا جدع كنا هنقلبها. يغلط يغلط هنا يغلط هنا اضغط يغلط هنا. لا دفاع صلب دفاع ولا ركزت. يلا يا عم فين الفولس ناين بقى يا راجل ما توقعتهاش ولا والله ما توقعت تعدي بالمنظر ده. هات الكوره هات الكوره هات الكوره، اوعى يجري منك تاني خلاص بقت مفهومه. اوعى يجري منك تاني الله يبارك لك. ماشي 7 دقايق يا رجاله ولا 5 دقايق فاضله. اجري يا جنابري اجري يا جنابري اجري يا جنابري يا عم جنابري. ولا مش ولا خربت امك شوت يا حرام عليكم حرام عليكم هيجيب خلاص. اذا فقدت في صناعة نهاية الوقت لا 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 اعقلوا 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 ايه بس. نتيجة مرضية يا عمور والله مرضية في ظل الوضع الراهن، مرضية بما ان الماتشين اللي قبلنا تعادلوا. اه لا بس مباراة كانت حلوة مباراة حلوة لا وفيها جوان وحركات وبتاع لا اه بس يعني يحسب ان انت الجونين عندك بنفس الطريقة ما بتنوعش زي العبد لله. اه لا حذر يا قبلك تاني بس يعني بص بارسنال وفلت من بايرن ميونخ. اه دي حقيقة الماتش اللي جاي مع ليفربول ولعبتي تعبانة شوف الاختبارات اللي هم بيخلوا. خلي بالك بقى في الروتيشن ان انت هيبقى عندك معجنة فادعوا له يا رزيعة. يلا شوفكوا ليفربول في الانفيلد. المباراة الثالثة والأخيرة عم نشوف الحلقة. أوه. بس حلو الدوري ده بس بقول لك ايه يعني الماتش اللي فات كان أحلى من العيان اللي أنا لعبته مع أحمد كمال. عوضنا الرزيعة شوية يعني كان في جوان وبتاع كان عيان قوي. ديربي أنا أحمد ديربي إنجلترا ديربي بين لا. بين كبير لندن وكبير إيفرتون. أنت نازل لي بصلوحة وماني وفيرمينيو مش مراعي أبدا إن أنا عندي مصطفى استنى
وهندرسون وفينالدام وفابينو وروبرتسون وفان دايك عاملين شغل كويس كده. احنا عاملين حاجه في نص الملعب كده كويسه. بما اني اتفرجت عليك الماتش اللي فات وانت بتلعب 5-3-2 وعرفت ان انت بتقفلها خالص، صلاح ده سيب له مثلا مونريال كده يا راجل بس مسخره. بص انا عندي كمان ايه، كل سنه تعب نزلت مونريال، عندك بليرين تعبان خش من عنده، عندك انا هخش من عنده باب مانيه. ايوه مانيه حلو قوي، مانيه حلو. وانا اللي قدام زي ما انا يعني ما غيرتش حاجه. تتوقع نتيجه المباراه؟ ان شاء الله هكسب عشان انا مش هينفع. طب قول نتيجه 2-0 ان شاء الله. 2-0 ليك. انا يا جماعه اقول النتيجه 3-1 ليا، 2-1 ليا، خليها 2-1 2-1. يلا انت هتعدل حاجه عشان النتيجه اللي قلتها؟ هعدل حاجه. بما انك قلت نتيجه، مباراه كبيره اليوم ربما. لا مباراه كبيره كبيره طبعا، اول مره نلعب بعض اشوف فعلا. لا احنا لعبنا مع بعض بس بالحب كده. كسبتك صح؟ كسبتني ولا انت كسبت؟ مش فاكر والله يعني. كسبتك؟ كسبتني بس انا ممكن اقول ان انت، بما انك مش فاكر اقول ان انا كسبتك عادي يعني. بس انا كنت بلعب بارسنال. كنت بتلعب؟ لا ما كنتش بلعب بارسنال، كنت بلعب باليوفي باين. خلينا نشوف الماتش اللي هيحصل فيه. خلينا نتفرج. عامه انا قلقان من اوباميانج ولاكازيت، بكرهه. لما تشوف لاكازيت هداف في الدوري يرجع لحد دلوقتي بهدفين. بهدفين الله هو اكبر الله. ايوه خش يا فان دايك يا لهوي. يلا يا ماني. لا 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 عدي عدد عدي عدد عدي عدد واحد واحد في الصندوق. انت ايه ساكت الماتش اللي فات بنطلق الماتش دي واحد في ما الماتش اللي فات ما جبتش جوان. بس ازاي فتح كده؟ ازاي فتح كده؟ شفت السروب بتاع فان دايك؟ السروب بتاع فان دايك بجول. يلا يا حبيبي. الكسندر لاكازيت. ايه يا لاكازيت خايف ولا ايه؟ طبعا يا ابني. الله عليك يا سيدي، حبك ده في ايدي. احنا شغله في الماتش اللي فات زي الماتش اللي فات، قعدنا نضيع كتير. انا عنفت اللعيبه جامد. ايوه قلت لهم الكلام ده ما ينفعش. كان في محاضره قاسيه يعني. يا ولد يا تشاكا يا ولد، انا بادي بيه النهارده بقى مكافاه عن ان هو ضيع لي الماتش. بقولك ايه، هو ايه الفرق بين تشاكا والنني بجد؟ ولا حاجه. النني احسن. لا هو النني بيترقص في صمت، تشاكا بيترقص واخد انذار. لا بلاش الجو ده، العب. ايه يا هندرسون ده؟ والله انا قلت لك انا خايف من هندرسون، هو ده اكتر لعيب انا بكرهه. ما كملش الماتش ده ولا اعمل ايه؟ كده غلط. مصطفي فشيخه خالص. بص بص انا عايزك تركز مع تشاكا، ان لمس واحده صح؟ لا ولا هيباصي واحده صح، لا يلمس ولا هيباصي. ولا بيستلم ولا بيباص. بس بيعمل انذارات صح. يعني الانذار اللي بياخده بيبقى انذار. يا راجل حلوه يا فيرمينو قوي قوي يا راجل. الله في تقسيم شايف ده التقسيم بقى في تمرين. اللقطه الماضيه وكانت هدف. يلا يا مان الضغط العالي كالعاده يعني بتاع ليفربول. طبعا انت عارفه مش محتاج اقوله لك، بموت فيه. في خمسات وفي حاجات طبعا مش محتاج افكرك يعني. اوزيل تقدم الكره لما تيب الكلب. لا لا بص 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 مشيت مع عمر، ليه ما مشيتش معاك بقى؟ شايف في مثلثات وسبعات وثمانيات وحاجات. يا عم كل ده كلام فاضي بيتهد في الاخر. مفيش على مفيش. على بيتهد في الاخر. اهو 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 اهو. تعالى بس خد اقول لك بس. لا ده هو نام خلاص، انا نام مفيش حاجه هتعدي. الله عليك الله الله يا بلدنا الله. شوف مصطفي كده بص اهو زيه بالظبط. ده تشاكا جه واخدها منه قال له اوعى يا تشاكا. جوردن هندرسون. الله يا تشاكا. يا راجل يا راجل فعلا دي بيضيع. ايه اللي بيضيع ده؟ مش عارف. الله يا مصطفي بس بس ما بيعرفش يجري معوق. تحرك جيد يساعد في قطع الكره بتروح عن الجميع. بعد خلصنا بقى يا روبرتسون، ده انت فاتح ازاي كده؟ هو الانهير. انا هو الانهير. طب انت مش مصدق نفسك. لا يا باشا ملعوبه اقسم بالله، دي حاجه مدروسه مدروسه. امال انا بلعب السرو كده من النص ليه؟ عكس كل التوقعات. شوف الهدف. هو فين فان دايك؟ مدروس. درسته. درسته. اوباميانج افاول حاجه. فاول ايه؟ كوره لعبه رجاله. جوردن هندرسون
عمل جيد. ايه فيرمينيو مش قصدك اصلا بالظبط تخيل جد تبقى حلوه. ماشي ماشي مرضيه 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 جدا. ضيعنا كتير برضو كالعاده. الشوط الثاني يلا باشا يلا باشا مصر ينطلق الان في ملعب الامارات. جاهز روبرتو فيرمينو الان يجد الحلول بتحرك ايوبي ايوبي شوف ايوبي ده هيعمل لك خطر دلوقتي. ايوبي تاري عليه تاري عليه جاني الكسندر لاكازيت تدخل يضرب الان ايوبي مبروك ايوبي لازم يعمل حاجه في الماتش. راح فين ده شكرا ليك برضه يا اسطى. شفتوش ماتش واتفورد ولا شفته للاسف يا صراع انت عندك صراع. انا شايف في ضرب يعني من الشوط الثاني في ضرب بس مش ناوي هتتصاب وبتاع في ضرب بس نلعب على كل الاطراف. الكسندر لاكازيت مونا حلو الكره البينيه خلف المدافعين. لا 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 حرام والله يا جماعه هي بتيجي مرتين يا جماعه ازاي يعني. والله العظيم على الكوره على الكوره يا عم انت غلطت شفته خالص يا عم على الكوره مين يا راجل بقى التين لا بقى متعشي ده متعشي مختارين رايت باك في اللحظات القادمه. اجو زد اللي تحت عامل ايه هذه اللحظات ايه لاي كلام ده في الكارير مود دي بس تلاقي حد بيستلم محمد صلاح فينالدوم يا ولد يقدم مهارة مرور ممتاز يفتح بون ينطلق الى الامام. ايه رايك في ال دي وحش لا دي شفت انت دي عارف دي حاجة والله العظيم نكد يعني شفت انت دي طبعا مختاري مثلا انت ما حدش لعب بختاري يبقى جميل بيرجع بيقول لي انا هرجع ما حدش لعب بختاري اي حد غير بختاري يبقى جميل دي بس 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 تحرك ممتاز مرتد بلينية 100 ثانية خلف المدافعين. جماهير الكنرز تبحث من لاعبيها هدف التعادل في الدقائق الأخيرة. تمركز السعادة كثير يا أخي يا أخي روح 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 مكرب بنا روح 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 أنا لو عديت والله ينطلق بالكرة الله على المهارة روح 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 يا باشا مختارين وايوبي يعني منتظر ايه ايوبي ده اللي هيعمل الفرق يا عم اي كلام انت بتصدق ده كلام بنبيع بيه في كريم مود وبتاع. الماتش ده 3-3 انت عملت الترا تاكي انت بتضحك زي الراجل انت عملت الترا تاكي السنين العظيم انت عملت الترا في الطياره انت عملت الترا تاكي ما تضحكش كده مستفز قوي. لا ما هو بيحط ظهره يا جدعان جابها ده بيقدر يديني ظهر مش انت اللي بتدافع. ملعوبه الى الصراحه في الجناح دقه في التمرير شوف اللقطه شوف الكنترول الله على التحكم يختلف يا راجل حط جول لا الا الرابع ده ما يخش فيه ليفربول لما كان صلاح ضربة ركنية تلعب بشكل قصير في اللقطة الماضية شوف ايش مستفز بقى ما ترفع كورنر عادي يا عم كسبان ثلاثة جيب الرابع عشان فرق الاهداف فرق الاهداف هيفرق. انا اتعادلت مع فرقة عيانة اول ماتش اوباميانج تسديدة قوية معلش معلش هو ماتش ليفربول ده معروف ما نكسبوش يعني لازم نخسر 3-4 بس اللي جاي احسن. بص هو في ميزه في الماتش ده انا ضمنت ان مش هبقى الاخير على اساس ايه؟ لسه ما تعرفش احساس يعني لسه ما تعرفش والحلقات طويله انا ضمنت ان مش هبقى الاخير والليله سودا ماشي يا لعيبه خلصت اول حلقه من دوري الرزيعه. كل يوم كل يوم حلقات لحد ما تخلص ونشوف مين البطل في الاخر. احمد ديسكو ما لعبش خالص ينزل بست نقط كسب على زي سيتي كده تبقى مشكله كبيره. احمد كمان ليه عوده عمر هتشوف بعد التعادل اللي حصل بعد الثلاث ماتشات الاولين ده شكل الجدول اللي انتم شايفينه.
حاجة مسخرة يعني. جو في صدارة المجموعة بأربع نقاط، أيضا يأتي عمر وأنا بنقطة واحدة، عمر ليه ماتش مؤجل لسه، أحمد كمال نقطة برضو، يعني كلنا نقط واحدة ما عدا عم جو اللي فلت بالماتش ده، كان هيفلت من إيدي. لازم نشوف خطة جديدة نعملها للحلقات اللي جاية. عايزين نعرف رأيكم تحت في الكومنتات، ولو عجبتكم الفكرة اعملوا لايك وسبسكرايب وافتح التنبيهات عشان الحلقات كل يوم بقولك تجيلك أول بأول، وكفاية لعب أول حد كده. Thank you.